السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا رهيبين؟ معاكم فهد الشيح من ترو جيمينج. اليوم راح ابدا العب لكم نيو، اللعبة الصعبة 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 الصعبة. ما بنطولها، خلينا نبدا على طول. يلا، زي ما تشوفون رسوم اللعبة سيارة رهيبة صراحة، تذكرني كثير بانوموشا مع دارك سولز، هذا اكثر شيء يتكلموا عنه الناس. طبعا اللعبة زي ما تشوفون انا الحين محارب ساموراي لابس ملابس خلاقين مشكلة. طريقة اللعب زي ما تشوفون اضرب بالسيف زي العاب دارك سولز، ما هي بعيدة عنها. لكن في حاجة مميزة ان في اربع وقفات، شوف الوقفة اللي فوق هذه مثلا لما اضرب بالسيف شوف كيف تجي من فوق. ولحظة اوكي في حركة اقدر اسويها الحين، لحظة شوي اوكي. شوف اضرب واحد اثنين بعدين اضرب مثلث يسوي حركة زيادة. هذا سالفة السيف انك تقدر تسوي اكثر من شيء فيه. هذه الوقفة اللي فوق، في عندك الوقفة اللي زي زورو اللي تدخل سيف وتطلع زي كذا مثلا، جامدة اوكي. وفي اللي مرة ثانية اوكي، في اللي تحت، اللي تحت صار ضربات سريعة وبس ما تنقص كذا لكنها سريعة تزهق الواحد. أهم شيء في اللعبة الشراين هذا زي ما تشوفون، تضغطون عنده دائرة تلقون عليها بعدين يجيكم منيو. المنيو هذا فيه أكثر من شيء، تقدرون مثلا تسوون ليفل أب، وتقدرون تسوون أوفرينج تبيعون، أو تحطون النينجا يعني تحطون الأشياء. أنا عندي النينجا بس خلنا نشوف، لسه ما فتحت النينجا. عندي هذا السحر، حطيت السحر موجود أوكي. طيب هذا في اثنين كاباسيتي اوكي، هذا في منه اثنين اصلا. طيب وهذا انا دي واحد من برا ظهري على معيولين بس ما راح اسويها اوكي. هذا جاردين سبيريت اللي هو اللي معك، هذا صراحه الحين مو فاهم انا، بس الفهم انه يكون زي شيء يعطيك يعني شيء تلبسه ويعطيك اشياء زياده خاصه فيه. زي عندك مثلا انا اخترته خاص بالاتاك، عندك كلوس كومبات اتاك، وفي هذا العلاقة بالسنس يعني هي حسب لعبك انت كيف يصير، اذا كان لعبك سريع، لعبك بطيء، لعبك تسوي دوج، لعبة الطق تختاره. خلنا نطلع من هنا اوريكم التلفيل زي دارك سولز بالضبط، تختارون يعني هذا البادي يقوي الجسم ويعني الديفنس نفسه، وعندكم مثلا سكيلز ستامينا هارت كل هذه تزود اشياء. هنا الهارت هو الكي، الهارت هو اللي يزود الستامينا، الكي الستامينا مش الستامينا بس انك تخليك تشيل اشياء اكثر. السترينج تخليك انك تصير اسلحه قويه مره. السكيل صراحه ما دخلت فيه، بس توقع العلاقه بالاسلحه السريعه ما ادري يعني ما عندي وقت اني اتلقف فيه هذا، بس كذا الفكره انكم تزودون حبه زي ما تشوفون. انا الحين ما اقدر الف الحين لان اوريدي عندي لفلت وتلفلون اوكي. الحين خليني اوريكم حاجه جدا رهيبه في اللعبه وهذه ميزتها عن العاب دارك سولز. تشوفون القبر الاحمر هذا؟ هذا عباره عن واحد لاعب اونلاين مات في لعبته هناك. لحظه شوي اوكي. مات في لعبته واسمه ريفر مدري ايش 4M حاجه زي كذا وليفل 8. خلنا نطلع الحين وبتاوش معه. انك كل تسعد تسوي انك تعلق على الدائره ويطلع لك تتاوش معه، ولو ما تتاوش معه يطيح لك ايتمز. عندكم الايتمز الاصفر عنده هلمت جامد وكذا، فخلنا نجرب الحين نتاوش معه. خلنا اطلع لكم اياه الحين. اوكي نحشه نحشه نحشه. شوف اول شيء تسوي لما تطلعون واحد تنحشون زي ما تشوي، تعال 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 قاعد اسحب فيه لانه غبي الكمبيوتر ما يفهم. ايوه تعال قرب قرب خذ ها. اي حيوان طقني كيف؟ طق غريب باللعبه. اي شو الكلب؟ لحظه قاعد اشرح وخر اوكي. سنتوب دوا دوا دوا. اي وين؟ تعال تعال تعال. ايوه انا ربيك الحين شو يوكن. زي ما قلت لكم الفكره انكم بس انحاشوا وطقوا، انحاشوا طقوا. خلاص انتم اوكي خذ دواء. يخوف خوف يخوف. المشكله مع الرمح ذا يطق من بعيد. كومبو شوريوكن فكت ديفنس عطى هاي اوكي مات. شوف طاح منه ايتم. هذا الدروب في اللعبه البنفسجي هذا يعني شيء كويس. ليفله عالي. وهذا اوه جاني ارمر جامد. خليني اجرب الحين اسوي تيك عشان البس الارمر، ادخل الاكوبمنت بعدين احطه. ايش كان هو؟ كان ايش كان الارمر؟ كان جسم راس؟ كان جسم راس؟ لا لا مو راس، لا لا مو راس، جسم صح؟ اي لا ما جسم جسم اوكي. تروح الجسم وين الجسم؟ هذا ايكو هذا. اوه 25 كويس. انا اللي عندي 21 فهذا اقوى. لاحظوا الحين تتغير ملابسي على اليمين، شوفوا لاحظوا شفتوا كيف؟ رهيب هذا. انا احب الالعاب اللي تغير ملابس. المهم خلينا نكمل الحين. زي ما تلاحظون في قبور كثيرة. هذا واحد وهذا. هذا كم لفل؟ ثمانية. تعال. نسيت الكمبيوتر. تعال.
هطف الكمبيوتر الحين يكون كالحالة هطف إذا كان زحمة مشكلة. طيح لي لا ما أبغى سهم تحت يعني شيء خايس لا تأخذونه اللي بتأخذونه تبيعونه بعدين كيفكم يلا أخذ بيع شو رأيك. المهم نكمل الحين نمشي طبعا زي ما تشوفون العجيب في اللعبة أن الرسوم جدا حلوة. خشوف الكومبو كيف هذا يصير. في أذكر عندي حركة كيف على فوق صح هي على فوق هنا إيش فيه نشوف أوه كنا قبر سحب القبر سحب عليها حاليا ركزوا على اللعب. إيه شوف في واحد واقف هناك تعال خذ شريوكن رهيبة شريوكن والله ما بسرعة. خلنا نشوف هنا إيش فيه رمح ذا صح من بعيد طق وخر خذ شريوكن والله ذبحته بالشريوكن الله يستر الله يستر. شوف دائما العاب زي كذا اماكن جديده امشي شوي ركزوا شوي كذا تب والله في اليسار كنا في ناس وعلى اليمين يا ربي تخرع العاب هذه تخرع امشي شوي انا حاسس ان في واحد على اليسار كذا حس بيطلع لي واحد دائما العاب داك سوس كذا يهجم لك واحد كان مكان فاضي او شفتوه المشكله خذوا قاعده اذا جاء واحد احيانا يجون 10 ما بدي اتكلم شوف هذا واحد جماعه دخل اخر خذ شريوكن لولو من وين جو ذولي لحظة ايش تبون انتم وات اوه كان على اليسار وخر كلب فهمت سنت اب نسيت اسمه اللي معايا صد الدوار اوكي تستمر الخايس ايوه نحشة والله ما جلست وخره خذ شريو ما نبي شريوكن هونا بس انت انحاش خذ يا اخي اللعبة تنرفز وخره خاف اموت اوكي خلصت ادويدي خلصت متوهق مع الحين واحد اثنين ايوه لا الكلب ما مات شلون ما مات لا نصيح كلب طيب الحين خلينا نتكلم عن السكروز هي الاشياء تاخذ ابيليتيز حقت الاسلحه وتلف القوه السلاح نفسه الاشياء هذه مثلا هذا حق الكتن يعني كل شيء له سكرول طبعا مثلا اي سكرول زي ما تشوفون هذا شوفوا يعلمني الحركه هذه اللي يدور اللي بعدها زي ما تشوفون في سكرول ثاني هذا يعطيني الهاي ستانس يصير الجارد حقه اقوى ب 10% فهذا شيء مره يفيد يعني اشياء تفيدك بالسلاح حقه طبعا زي ما قلت لكم انه في كل يعني كل سلاح له سكرول خاصه فيه وبعض السكرولز يكون فيها اكثر من تير يعني اكثر من ليفل فيها يعني مثلا هذه عندكم تشوف هذا ليفل 1 هذا ليفل 2 لها شوفون كيف 10% و 3% فيعني تنوع كثير في اللعبه صاير هنا طبعا فتحت شيء لسه نروح ما لعبته الفاتي بلي فتح بلي انا اوريك الحين عندما الهنتر يصير هنتج يا كلب خذ اربيك حكيت انا الحين مو فاز عشان لولو وخرو امزح مو هنتر امزح وخرو لولو الكاميرا الغبيه وخري يا كاميرا لو عزيمه تجمع علي دائره نحاش اكس من دائره نسيب لي نحاش اوكي دوا اوكي لا عندي احساس اني اقدر افوز خلي الجرب اللي فعليها خذ لا نحاش والله مين وش لا اسرع مني وخر ايوه الاول الثاني يا سامي لا انا الحين قفله معاي لا حد يكلمني وخروا عني ابي اجلد خلاص قفلت معاي تعال خذ هذاكم ما يفهمكم غير الفأس انتم وين الكلاب هذا ليك اللي من جد قهر تعالوا انا ربيكم الحين انا اوريكم من هو فهد الشيحة الخطير الرهيب فجر هذا طبعا تقوي الاتاك والديفنس حقي لا مو الاتاك تخليني بطيء تقوي الديفنس حقي تقوي الاتاك ايوه انا اوريكم ضحك تعال وين الثاني تعال يا بابا تعال اثنينكم عادي تعال خذوا حاش لف يا سلام تعال لا خلي بعد قطع الثراصة ها عديتهم خيرا تقدمت الحين خلاص وش فيه هنا فوق اخي الازدار تلخبطني دائما خلاص وش فيه فوق هنا في طريق لحظة والله في طريق وراي
في هنا من في هنا من في هنا كنز والله يخوف دائما حتى دارك سوز العاب اذا في كنز الحاله روحوا الله يعيد خلينا نشوف انا حفظ خذ خذ اوه لولا ايش الاغتيال هذا هاي اربعه يا كلاب وخلوا وخذ 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 انحشر 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 بسوي خدع ها خلي يلا تعال 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 تعالوا تعالوا ها اوريكم خلوا لا وخذ وخذ اها صدف صدف ما ادري كيف منها لا 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 اه لا 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 اه جرب مره ثانيه اوكي تفجر اذا ضغطوا ار دائره ومثلث يفجر زي كذا اذا تعب عندكم اللي فوق اربيكم انا تعالوا تعالوا خذ 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 بقي واحد بقي كم واحد اثنين ايوه لا لا اثنين ايوه لا كيف ضربني طاقتي النص بيت لحظه ايش في ذا وين الباب لازم يكون في باب اوه ايتم اوكي طبعا ايه سبير خايس عندي زي خلنا نشوف هنا باب اوه اول مره باب شوف باب يفتح تعال تعال ها وش ذاك وش ذاك اوه قبر قبر اوه قبر داخل حطب اوكي خرب شكلك خد عني لا وش ذا ليش الابيض ذا؟ الله يستر خلنا نشوف فيه وش ذا؟ لا وش ذا؟ وخر يخرب بيته كبير هذا ايش؟ فجر افقع فهد لا يخاف بس يقمط وينحاش بس عادي بس يرجع يجلد ما عندنا مشكله امشي دواء دواء يرحمك لا فهد دواء هذا الكبير ذا تشقلب لا لا تخيل صح؟ لا الكبير هذا مان شيء الفيزياء ما تسمع عن الشغلة ايش تسوي ذا؟ ما ربيك الكلب ما هطف اوكي مو قوي خذ اي والله المشكلة هو مو هذه عشان استخدم هذه عشان اسرع السمنة حقي هو الكي يسمونه فوقين ايوه ايوه يا كلب يا كلب يا كلب قرب تموت قرب تموت تعال 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 خذ 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 ذبحته 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 لا ما مات لسه اوه الحين مات الحين مات اوه والله طيح رجل رهيبه وش ذا بنفسجي تحت ما لي دخل فيه اوه يا سلام هلم الجديد والله الدربس رهيبه طيح يا ولد والله الواحد يخاف وش فيه هنا مدينة دائما مدينة خراب صندوق فيه حسنا في شيء هطف ذا تعال 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 يا ربيك انا لا 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 وش ذا اخوه انت ولا ايش؟ لا لحظة ايش معه ذا موت وش لحظة ايش قاعد تسوي انت؟ وش شلون تتشقلب انت كبير ما يصير بعد انقز وات ذا فك لا 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 وش قاعد تسوي انت وخر وخر جرب مره ثانيه تعال تعال يا هطف اخر اضرب بالسيف الحين كيف يصير ايوه تعال 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 كلب تعال انا اربيك بالسيف تعال ايوه شوف انت سريع انا اصير سريع مثلك خذ قول الكلب شغله اي اي اح اح تعور ترى انحش 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 اوكي تعال 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 لحين سرع في عندك اي 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 لا تعور الله ما ينفع على السيف هذا لازم فأس تعال كل كل خذ خذ والله السيف جامد بس انه بطيء ما اقدر افكر ما اقدر اتكلم لحظه شوي شباب لحظه قاعد وقف وقف ها كلب صدمة ايش يسوي ذا خذ كلب يا حيوان يا كلب اكرهك انا اكرهك انت خلص ادويتي خلص ادويتي الكلب موت موت باقي شوي مات مات احلى شيء كويس طيح لي طيح لي دواء كويس اوكي ارمل خايس اوكي خلنا نشوف هنا ايش فيه بو اوكي صار عندي سهم الحين نايس خلنا نشوف وين هاي واحد كني اخذت واحد اقوى انا اي عندي سهم كان خلنا نشوف اقوى 42 يس 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 اوكي خلصك واحد هيد شوت الحين اربيه
وين 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 ابي اعطي واحد هيدشوت. اوه هذاك واقف، خل والله حتى يجيني، خل اخذ هذه اجرب هيدشوت هيدشوت. يلا مات؟ لا كلب بقى شوي. ما بيجيني بيجيني ما خلاص اخر سلاح. تعال 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 الكلب. انا لو وشو لو لو وشو لو وشو ذا؟ ايش الكمين الخايس؟ اي واخذ دواء ما في لو طاقتي لا لا طب علي اربعة. خذ 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 خذ. مات؟ وات؟ كيف؟ كيف نجاي؟ كيف ما مت؟ ايش صار؟ ماني مصدق. اخا طاقتي طاقتي ما عندي دواء، ايش اسوي؟ ايش اسوي؟ ما عندي دواء، ايش اسوي؟ جاني جنون، ابغى الجو شوي هنا، ادور دواء، مشكلة الدواء لازم يطيح. يا ربي شوي شوي، في احد؟ ما في احد، هنا؟ لا 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 ارجع ارجع، ايش اسوي؟ ابغى ارجع، ابي ارجع، عندي اوه عندي 3475 سؤال ما بيه تروح، ايش اسوي؟ كيف ارقى؟ كيف ارقى فوق؟ سلم؟ لا ما في سلم، وين؟ يا ربي ايش اسوي؟ لا وجه كلب كيف يجيني؟ ما عندي طاقة، لن لن يأس ابدا. واخذ 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 تعال 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 اكل اكل. لا خذ خذ. جاني الجنون ما اقدر، ايش اسوي؟ ما عندي طاقة وش في حقي؟ ايش اسوي؟ وين اروح؟ وين اروح؟ جاني جنون خلاص خلاص جديت انا، وين اروح؟ ايش اسوي؟ كل مكان مقفل، كيف ارقى فوق؟ وايش اسوي؟ يا ربي بصير على حالي. وش في؟ هناك والله ما جيتك ما ايوه انا شفت سيف يلمع. ايوه ذي جاهزين سيوفهم. ايش اسوي؟ ايش الحل؟ بنجن؟ مو كذا؟ يا ربي لعبة لعبة ايش قاعد تسوي فيني انت؟ لحظة اسوي زي محقق كونن، قاعد كذا اوقف وافكر برواقة اطلع حل. اذكر داك سولز كان في ايتم يرجعني للبون فاير، خلنا نشوف انه في شيء. نشوف ايتمز اسمه ترافل. يس 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 هذه رجعني، هذه رجعني البداية عندي اللي قد اللي غرد. يس 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 طاقتي ما بتروح سولز. لقد نجوت. اوكي انا حاسس اني خلاص هذه النهايه بتكون. يلا هانت. ايوه ايش اللي صاير؟ اوه وش ذا؟ لا 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 وخر وخر وخر. انا جد فض 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 اروان. شت اي لا طاقتي طاقتي كلب. خرع وخر وخر وخر. الكور ذا اللي تخوف حقتها وتو وخر. ما قاعد تقنوا ليش؟ ماني فاهم انا. يلا ما هي مهم خلطي. هاي هاي في ما يطق. اوكي قاعد ينقص. اي يا كلب يدف بعد. لحظة لحظة ايش قاعد تسوي؟ ايش قاعد تسوي؟ ايش قاعد تسوي؟ ايش قاعد تسوي؟ وشو؟ وش قاعد تطق انا فيه الحين؟ في عداد تحته. هذا قاعد ينقص. اوكي شوف دوخت الحين. لا لا يرحم والديك انا اسفين انا كورك خذها ما بيها. دوا 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 دوا. لا لا مسك الكورة فقع راسي. يخرب بيتك. لا وخر 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 بعد. لا خذ كلب. طاقتي دوا 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 دوا. اوكي وخر. نجوت كمان. هاي هاي ايش صار فيه؟ بعد 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 ايوه خذ خذ خذ. الحين اقدر اصير السمن حقي قوي. صح عليك صح عليك فهد اثبت. هاي هاي لا لا تغش. وخر 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 يدب. اوكي كا 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 راسي شرف راسي. وخر وخر وخر. اوكي خذ خذ. يا كربي موت كربي موت كربي موت كربي موت. طاقتي دوا دوا دوا. وخذ وخذ وخر يا كلب. لا 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 وخر وخر وخر. خذ يا كلب. انا ربيك انا ربيك انا اوريك حين في هذا الشيحة وشو. اي اصدق انا قوي فجر.
افقع ايوه تعال روح اتحرك فيه كلي كلب يا 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 وشو يا يا شيطان كل سبيتك الحين واخذ اها الكره ما جتني والله رهيب انا خذ رجع اشد لا وخر بكش يموت لا دبا عشان اظن هاي ضغطي وخر بكش تموت وخر يا كلب دوا تقلب خذ فزت عليه فزت بعد ساعتين ثلاث ساعات لعب فزت عليه فزت عليه الكلب هذا بياكل جوعان مسكين ما بيشرب عطشان لا خلاص معليش وكذا فزت على البوس الاول من لعبه النيو الصعبه اتمنى يكون الاستعراض عجبكم ربي اتمنى يكون الاستعراض عجبكم ونشوفكم مره ثانيه فيديو ثاني على قناه ترو جيمنج مع السلامه بروح اشرب لي جبويه واكل لي اكل